السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو مع الفيديو اتحداك ما تحس بالزعل غير لايك فيديو او لو تشتركوا في القناة نص كده انتم مين مشترك وضغط لايك على نص كده اكبر عدد من القناة يبدأ الفيديو. انا مش هاد اسانسير من الكهرباء ومعاه التكاشي بينزل ازاي؟ واو بينزلوا من فوق لتحت ده كلهم نفس النوع. دي آلة بتعمل على بتحط الحاجات المرة التانية. النظام زي بتطبع الصحون أو كده بتاع شكل دايرة أو شكل حلزون. دي بحط التليفون بيشحن لوحده. دي تليفون هواوي بيشحن لوحده. واو بحط دي من ورا بروح الشحن بيتشحن عليه. دي آلة حادة بيشيل بيها الحاجة حاجة لطيفة عشان يشيلها. بتلاقي مادة لزجة أو أي حاجة صمود لقهوة الدلاجة. دي بنضف المكنسة بتنضف واشوفها القديمة دلوقتي جديدة لوف عاملة ازاي. واو دي كوارا كوتشينا واسرحها عاملة ازاي. مرة روعة مرة روعة حلوة. دي تكتب تبدأ تكتب بالليزر او بتاع تكتب ارقام تكتب حروف وارقام. دي بقى ورق الوان زي الواحدة راح كل يوم نزل معايا بص الالوان كلها. دي برضه دي نفس زي الاولى دي نفس زي الاولى دي بص برضه بيعمل بيديه بيعمل كله طالع. واو مرة راح واحد عايز واحدة زي دي بيشيل الاسمين الخطأ يكون جامد غلف او شيل التغليف اللي عليه شيل التغليف اللي عليه. دي بتاع في البحر الألعاب المائية. واو عارف لما المركب هو سايبه على المية ده هو دي بيعمل ضغط لفوق. دي نظام زي لون أسمر وزي الحبر برضه زي الحبر. دي منتجات لعام ومعروف العدد بتاعها بتنزل فيها. تقنيات بقى دي كراتين بتتغلف لسه بقى تروح المصانع وبتغلف فيها. واو دي بقى بتبص تكتب بص ده برضو ولا تلاقيه بص مع الايدي او بص مع الخشب ده ولا ايه. دي كان تاكسي. واو كان تاكسي نموت تاكسي في المطارات نموت عارف تاكسي ولا ايه. دي بتاع اللعبة دي تلاقي آلية تتعمل 4 ثواني. دي بتغلف شنط السفر بتغلفها. واو مش حد مش يفتحها ولا يعمل اي حاجه. دي بتعمل شكل ارضيه في الارض شكل ارضيه. دي بقى اللي فوق في السقف سقف المعلق او الجبسون بورد. دي بيشيل بقى اللون الذهبي بيشيله. دي اقلام رصاص او العاب ناريه. يبدأ لسه بقى تتغلف تتحط في قناتين تتغلف على فوق. واو دي برضه حاجه صفرا نظام زي ورق في شريط لفه على بتاع هيلفه برضه هيلفه على بقى هيلفه بعد كده يروح هيتغلف في الباب هيتغلف في الباب. دي بيض شايل بتاع دي واو حط مد عند الوان عند اخضر واصفر واحمر. واو دي كور تنس كور صغيرة دي. واو منها يزرق. دي بقى بتعمل بيحط اسمه بتاع بيتلف ويجيب آلات حادة ويرسم عليها. دي اشكال بتاعت الورق بتاعت الورق ديت. واو عمال تعدي دي راجل مرسوم على